مدرسة توينز العلمية الرائدة في نظامها التعليمي تقع في قصر تافيلالت النموذجي بولاية غردايا، حاصلة على عدة جوائز ولائية وطنية وحتى دولية. تقوم بتدريس منهاج متكامل في مجال الروبوت التعليمي والذكاء الاصطناعي بداية من سن الخامسة. مدرسة توينز العلمية 15 عاماً من الابتكار والاستثمار في بناء الإنسان. يقدم لكم هذا العدد برعاية مدرسة توينز العلمية 15 عاماً من الابتكار والاستثمار في بناء الإنسان. مشاهدينا الكرام اينما كنتم اسعد الله اوقاتكم، اهلا بكم في عدد جديد ومتجدد من السلسله الوثائقيه الرياضيه لا كازا دي سبور. الحكم في كره القدم كان ما زال وسيبقى حديث العام والخاص بعد نهايه كل مقابله. قد يخطئ وقد يصيب، غير ان كواليس مهنته النبيله بقيت بعيده عن اعين الكاميرا. في هذا الوثائقي الفريد من نوعه اردنا ان نمنح الفرصه للمشاهد حتى يكتشف كواليس عمل الحكام في الجزائر. في تجربة مشوقة رافقناهم واكتشفنا كواليس مهنة ليست كباقي المهن. في ثوب حكم هو عنوان الوثائق الجديد تتابعونه الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل كل شيء أشكرك عمر خويا وزهير وكل الطاقم اللي معاك على هذه الاستضافة. أنا سعيد جدا بوجودكم معنا هنا، إن شاء الله ندردشوا شوية على التحكيم. محمد زكريني حكم دولي من مواليد عام الاستقلال، شهر الاستقلال 19 جويلية. بديت التحكيم سنة 85، في 2001 ديت حكم دولي ونهيت مشواري التحكيمي في 2007. اولا التحكيم جيني في بدايتي مشواري التحكيمي، كنت نلعب الكره ما كنتش نعرف نلعب، وصحابي يلعبوا وانا يخلوني في البون دو توش ويعرفوا خير مني، بصح نلعب معاهم، كنت نلعب معاهم بصح توجور على ريح نتايا. دخلت التحكيم، جيني اول حاجه ما انا باش نريح في كرة القدم كان هذا عمي حسن بركان الله يرحمه ويوسع عليه، كان المدير تاعي في شركة، هو اللي بطرع عليا باش ندخل للتحكيم. دخلت للتحكيم في الولاية، من الولاية للريجونال، من الريجونال انتر ليغ فيدرال حتى وصلت انتسرا. جمال حيمودين دون حكم سابق، حكم دولي سابق، قضيت في التحكيم تقريبا 27 سنة، اعتزلت 2014 بعد كأس العالم 2014 بالبرازيل. اليوم راني مسؤول على لجنة التحكيم على مستوى الاتحاد الجزائري، كذلك عضو في لجنة التحكيم على مستوى الاتحاد الإفريقي. نظن هذا شرف لي وشرف للجزائر. نظن اليوم حيمودي تجربتي في مجال التحكيم في على الميدان أقدمها كمسؤول وأقدمها كذلك على المستوى الإفريقي وعلى شمال إفريقيا. الحكم نظن أول شيء هي العدالة والصرام اللي تكون عند الحكم اللي يحب ينجح في التحكيم. أنا أقول بأنه أول شيء يكون عادل، وثاني شيء يكون صارم في قراراته، لأن قرار يقدر ينجح مباراة كما يقدر يخسر مباراة، كذلك يقدر كذلك ينجح مسيرة حكم ويقدر يخسر مسيرة حكم.
الحكم عبد الحق تشالي حكم مساعد سابق 42 سنة، يعني عندي مسيرة في التحكيم 27 سنة في التحكيم. دخلت للتحكيم كان في السن تاعي 15 سنة، والحمد لله ترقيت في كل الدرجات إلى سنة 2009 بنسبتها أصبحت حكم دولي. بعدها الحمد لله يعني شاركت في أكبر البطولات الدولية على المستوى الدولي، سواء قاريا أو محليا أو دوليا. الحكم هي مهنة نبيلة مش سهلة، لأنها راك رايح يعني تحكم بين فريقين، وفي غالبية الأحيان يعني تحدد مصير تاع فريق أو فريقين. يعني هنا ولازم تكون على قد المسؤولية. أنا نشوف المهنة تاع حكم مسؤولية قبل كل شيء، يعني لازمك لما تأخذ تعيين في أي مباراة، مهما كانت الدرجة تاعها، ومهما كان المستوى تاعها، ومهما كان يعني النتيجة تاعها، لازمك تأخذها بمسؤولية. حكم لازم يكون مسؤول قبل كل شيء. التحكيم هي مهنة نبيلة ومهنة شريفة، جزء ليست بمهنة بأتم معنى الكلمة، ولكن هي جزء لا يتجزأ من لعبة كرة القدم. لا نستطيع لعب مباراة في كرة القدم بدون العمود الفقري للمباراة، ألا وهو ثلاثي التحكيم. لازم كذلك معرفة قوانين اللعبة، ولكن ماهوش إلا معرفة قوانين اللعبة، ولكن معرفة روح القانون، لأن علاه في بعض الأحيان تقدر تطبق القانون، في بعض الأحيان تكون هناك أشياء ما تكونش عندك في القانون، ولكن تحدث في المباراة. هنا طبق روح القانون، إذا ما صدتش روح القانون باش تطبقها طبق المنطق، وهذا هو اللي يقدر ينجح الحكم في المباريات. Bah écoutez, merci beaucoup. Ouais, j'ai eu une carrière intéressante, ok. Sur le plan continental, j'ai fait deux Cannes, 2009 et 2011. Quatre Cannes, 2010, 2012, 2013 et 2015. Les compétitions de la FIFA, deux Coupes du Monde des moins de 20 ans, 2011-2013. Deux Coupes du Monde des clubs, 2011-2014. Et j'ai terminé par la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Qui était un peu le sommet. Et en club, j'ai fait la finale de la Champions League en 2011, où j'ai été par la même occasion nommé meilleur arbitre africain. Et j'ai terminé ma carrière ici, en Algérie, la finale de la Supercoupe en 2015. Et c'est drôle parce que c'est ici aussi en Algérie que j'ai commencé ma carrière d'instructeur en 2016. Donc voilà un peu résumé ma carrière. Mais écoutez, un arbitre, c'est comme un athlète. C'est un athlète. Et donc, pour un match, il y a toujours de la pression. Okay? Il y a la pression, il y a le stress. Déjà la veille, déjà, on est déjà dans le match. Le soir, en général, quand c'est un match important, on rêve même du match, on le fait déjà dans la nuit. Et donc, dans la matinée, on essaie de se détendre. Okay? On essaie de ne pas y penser, mais toutes les images qui viennent, c'est le match. Parce qu'on se demande... Est-ce que je vais avoir la condition physique? Est-ce que je vais pouvoir être au bon endroit? Est-ce que je vais pouvoir prendre les bonnes décisions? Est-ce que je vais pouvoir tenir le match? It's first World Cup match and the enthusiasm for the C'est Alan Lim qui chante les Jeux Olympiques, il chauffe ça en taoué Alan. Ah, Alan Lim et Ayo Farah Kabira. The last opportunity on the big stage and there it is. Je m'appelle Lim Kichong Alian, je suis de l'île Maurice. Et je commençais à travailler ici en Algérie depuis l'année dernière comme directeur du développement de l'arbitrage. وصافرة من الحكم الموريسي ليم كيشونغ تعلن الآن أيها الأعزاء نهاية هذه المباراة. Maintenant, il faut savoir que quand on développe les arbitres, il y a un instructeur technique et aussi un autre physique qui le suit. C'est pas comme avant, comme à mon époque, on courait comme n'importe quoi. Non, maintenant il y a un programme de travail et aussi un suivi. لما تخرج تشوف التعيينات اول حاجه تتصل بالمساعدين تاعك
والحكم الرابع، واغلب الاحيان الحكم الرابع يكون من هذه المنطقه. تتصل بالمساعدين تاعك كيفيه المغادره وكيفيه الذهاب، مثال من الجزائر العاصمه الى عنابه او تلمسان او وهران او تبسه ولا اي مكان، ورقله بالشار في اي مكان من القطر. بلدنا شاسع، بلدنا كبير قاره، لهذا يتم تحضير لهذه المباراه. سي بون لا شارج نيميرو 1 نورمالمون سي بون لا شارج زيد سي بون لا شارج هذا سي بون Match difficile, match moche, facile, match important pour nous, les deux équipes, quel que soit. Mais nous, on l'a dit. La Suisse, c'est un match. Il faut qu'on soit à la hauteur. Concentration double. Les deux équipes, nous avons fait. Les deux équipes, nous avons fait. Nous avons fait les joueurs de la machine. Nous avons fait. À la hauteur, ربي قتلنا concentré. Surtout qu'il y a la pression qui est là, qu'on a toujours un autre mot. Bien sûr. Qui est là qu'on a les dirigés. Bien sûr. Mais flou, je ne peux pas faire le match. Bien sûr. Ni l'arbitre. L'arbitre. Nous sommes à la hauteur. C'est l'objectif. Là, le match commence déjà à jouer dans sa tête. Certes qu'il n'y a pas de précision, il dit qu'il va surveiller vraiment tel joueur, tel joueur, non. Surtout de comprendre les deux équipes, comment les équipes jouent, les deux équipes tactiquement comment jouent. Parce que maintenant, il faut savoir, maintenant, l'arbitre, il doit comprendre le football. Comprendre le système de jeu de l'équipe et comprendre le système de jeu, le jeu individuel. والتحكيم الحديث، التحكيم الحديث اليوم يركز أكثر شيء وعلى فهم كرة القدم، لأن على الحكم الأحسن حكم هو اللي يكون لاعب كرة القدم ويفهم أسلوب اللعب، يفهم تكتيك اللعب ويفهم كذلك الشيء اللي عند اللاعب باش يعمله فوق أرضية الميدان، هذا أول شيء. ثاني شيء في التكتيك. في التكتيك اليوم الحكام في التحكيم الحديث راهم يحضروهم حسب أسلوب اللعب تاع الأندية، سواء كان الأسلوب الفردي أو الأسلوب الجماعي. يعني الحكام يناقشوا فيما بينهم يعني المباراة، لازم تحضير للمباراة جيدا من جميع النواحي. لما يروح للملعب هو الحكم، دائما نقول أحسن حكم هو الذي يرتكب أقل الأخطاء. كنا قبل كل جولة، يعني لما نخرجوا تعيينات قبل كل جولة، كل أطقم اللي معينا في هذه المباريات بتقنية الزوم نعملوا هذه الحصة باش نحضروا الحكام للمباريات اللي راح يحكموهم في الجمعة أو السبت تكتيكيا، كذلك نعطيهم كل المعلومات الخاصة باللاعبين والأسلوب اللعب سواء كان فردي أو جماعي. L'approche tactique est fondamentale. L'arbitre sur le terrain doit se battre pour être au bon endroit au bon moment pour pouvoir voir et prendre la décision. Et ça appelle ce qu'on appelle chez nous la lecture du jeu et le positionnement. Et vous lisez le jeu, c'est en fonction, par exemple, des tactiques des équipes. Il faut comprendre comment cette équipe joue. Si elle joue avec un attaquant de pointe, vous devez savoir qu'ils font les passes derrière pour chercher à envoyer le ballon devant. Donc en tant qu'arbitre, pendant qu'ils font les passes, il ne faut pas juste regarder les passes, il faut se préparer à l'étape suivante. Donc l'approche tactique pour un arbitre est extrêmement importante. صباح الخير إبري رجلالي أربيتر. السلام عليكم، شلالي لامين أربيتر أسيستون. بالقاسم مهدي أربيتر أسيستون. اليوم تعيشوا معنا مقابلة نجم بن عكنون أولمبي المدية. لما يوصلوا أول حاجة السيارة تاعهم يديروها، حنا تعرف يديروها في مكان آمن، يروحوا مباشرة للمسؤول الأمن يقول له السيارة. في بعض المباريات في بعض الملاعب السيارة يقول له لا ما تخليهاش هنا، ندوها للكوميساريا، خلوها في الكوميساريا. في بعض الملاعب ومأمنة جيدا يقول له لا حطها هنايا ما كاش مشكل. ومن بعد ذلك يدخلوا للغرف تبديل الملابس يحطوا الأغراض نتاعهم. معكم صور خلاص.
هادو لي غارديان بي غارديان تحت عليك جوا بيشون اه كوي سيت روج مايو مايو نوار كوبانوا أول حاجة اللي يديروها هي فيزيتو أرضية الميدان، ولا بد على الحكام أن يكونوا في الملعب ساعتين على الأقل داخل أرضية الميدان، ساعتين باش يشوفوا أي حاجة ناقصة يطلبوا من مسؤولين الملعب يديروها، ما كاش البروتوكول لي بروتوكولار اللي فيه لي مقطعين أي حاجة، يديروا تورنا على الملعب يشوفوا أرضية الميدان، يشوفوا التراساج تاع التيران، يقول لهم الماتيريال تاع الملعب لي فيلي لي بوتو كورنر التراساج تاع التيران، هل أرضية الميدان صالحة لإجراء المباراة أم لا. تجي البوطو كورنر كنديزيني تدخل كيف كيف عندك لامين كورون تاعك لامين كورون لامين كورون نورمالمون راه الناس عاقلين تمشي معاه بلا سبليني اللي يحترم روحه اللهم يبارك ما يحترمش روحه زعما ميم با اربيتراج موريا كاينه خويا لا زون هذه اللي تشوف فيها تكون انت بلوز اليز علينا عطيني لانفورماسيون اوكي مهدي كيف كيف لا زون تاعك concentration totale OK si l'orient si on doit rien mister avec deux quatrième كاين وقت محدد يروحوا يديروا المنادات للاعبين كيديروا المنادات للاعبين يدي القائد الفريق ويروح للغرفه الاخرى والقائد الفريق يروح للغرفه تاع الاخرى يدير المنادات هاي جاي سيفو كليك السلام عليكم كنا في ميلان ديالو لاكاسي سيو اوكالي عبد الكريم نيميرو 16 سيو جان شاكيب نيميرو 20 سيو بو عبد الله ياسر انيس نيميرو 14 هاي جاي سيفو كليك سيو بو عيشة نيميرو 28 سيو بو عيشة الناحية البدنية، البدنية الآن أنت لازمك تحضر، وتحضر لازم يكون على العمل على مستوى يعني على طول الأسبوع، طول الأسبوع لازمك تكون تحضر المستوى البدني، فيه تمارين خاصة بالحكم، هنا باش نحدوا باللي
التدريب تاع الحكم والحكم المساعد مش نفس الشيء. يعني كل حكم وكل اختصاص وعنده التدريبات تاعو. يعني الحيل التي تستعملها الفرق من أجل التأخير أو التقديم، يعني بكل صراحة نقولوها هذا هو المشكل اللي كاين هذا. وبعد يقول لك لا الحكم ما قامش بالدور تاعي، أنا واش ندير؟ أنا نروح نخرجهم تاع دراع من الفيستيار، أنا نصفر، أنا راني واجد أرواحه. هو التعطيل من أجل انتظار ماذا فعلت في تلك المباراة. هنايا لازم يصيبوا حل هذا المشكل. المشكل ماهوش في الحكم، لم يقم بدوره. لما تعطل الفريق الحكم يسجل داخل ورقة المباراة، الفريق لم يدخل في الدقيقة، الفريق جاء متأخرا. هنا إذا ما سنيالاش هنا الحكم ظالم. Certes que l'oreillette, avant, les gens pensaient que c'est une gadget. Ce n'est pas une gadget, ça. C'est un outil. C'est un outil très important. C'est ce qu'on appelle travail d'équipe. C'est-à-dire tout au long du match, les officiels qui sont sur le terrain, ils communiquent. Même l'assistant, il communique. Quand il y a une faute, il donne son opinion. Ou il confirme la faute. Et comme ça, l'arbitre aussi, peut-être quand il prend une situation, il y a une faute, il a un petit doute. Peut-être que l'assistant va lui dire une considération ou un élément qui confirme la décision. كحكم مساعد نتكلم لك على تجربتي كحكم مساعد. اولا نقول باللي الحكم المساعد لازم يسخر كل الطاقات تاعو، طاقات ذهنيه بدنيه تقنيه، كل الطاقات تاعو في خدمه الحكم. لانه علاش؟ الضغط الاكبر، باش نكون صريح، الضغط الاكبر هو على الحكم. الحكم في وسط الميدان، الناس يتكلموا على الحكم اكثر من يتكلموا على الحكم المساعد. اذا انا كدوري كحكم مساعد لازمني نقص ذاك الضغط على الحكم، لازمني نمتص. علاش راني حكم مساعد معاه؟ خاصه نتكلم لك الان المستوى العالي، نتكلم المستوى العالي، يعني بطوله كاس العالم، بطوله كاس افريقيا، يعني البطولات العالميه. لازمني انا كحكم مساعد لازم نقص الضغط على الحكم تاعي بشتى الطرق. نقص عليه الضغط، نكون تحت التصرف تاعو، نعطيه المعلومات ونعطيه يعني الامور اللي يحتاجها في اقرب وقت. ما نخليش كما يقول لك بالعاميه، ما نخليش يتقلق. لازم نسخر الطاقه تاعي لخدمه الحكم. Yeah.
المستوى الذهني لازمك تكون يعني كنقول بالعاميه تكون فور كاركتر، يعني لازم يكون عندك المستوى الذهني عالي كثير. والشيء كذلك اللي يطلبوا الحكم هو المواصله او الاثير، يعني لا كومونيكاسيون. الحكم لازم يعرف يتواصل مع الناس، لانه راح تلتقي بمسؤولين فرق، راح تلتقي بلاعبين، لازمك تحسن التواصل معهم، لانه التواصل مع اللاعبين ومع كل الشركاء اللي راهم معك في الميدان شيء مهم جدا. Maintenant on est en train d'enseigner les arbitres comment anticiper la bonne lecture du jeu et la compréhension du foul. Pas tout le temps les lois de jeu, hein. Pas tout le temps les lois de jeu, mais plus la compréhension du football. Parce que quand il y a une situation, parfois il y a des situations qui ne sont pas blanc-noir, c'est grise. Et à ce moment précis, qu'est-ce que l'arbitre fait? Il doit donner une décision. Et là, il va avec qu'est-ce que le football demande, pas parce que la loi demande. مدرسة توينز العلمية الرائدة في نظامها التعليمي تقع في قصر تافيلالت النموذجي بولاية غردايا، حاصلة على عدة جوائز ولائية وطنية وحتى دولية،
تقوم بتدريس منهاج متكامل في مجال الروبوت التعليمي والذكاء الاصطناعي بداية من سن الخامسة. مدرسة تاونز العلمية 15 عاماً من الابتكار والاستثمار في بناء الإنسان. بعدما شاهدتم كواليس مباراة نجم بن عكنون الأولمبي مدية، ستكتشفون الآن مباراة أخرى لكن من المحترف الأول، الدربي العاصمي بين مولودية العاصمة وشباب بلوزداد، أين رفق فريق لاكازا دياسبور رباعي التحكيم بقيادة الحكم الدولي حسام بن يحيى. تابعوا معنا. On doit arriver au stade au maximum une heure et demie avant le match pour pouvoir préparer le match et faire les choses d'avant-match. Et c'est à ce moment-là que, si vous voulez, on commence déjà à être déjà dans le match. Et à ce moment-là, il faut se concentrer, il faut tester les ballons, il faut aller faire le contrôle, okay? Se concentrer, se mettre vraiment dans la peau déjà du match. نسمع فيك انا. طيب يا انا تاني اسمع فيك. يا لأن هو اللي يشوف هل الصورة مطابقة مع اللاعب أم لا، لازم يشوف بالك ماشي هو، بالك مترافيكينو، بالك حاجة بعد كش ما يصرى له في التيران، أنت مسؤول تاني عليه. لهذا ليدونتيفيكاسيون، والحكم له الحق في قانون اللعبة، له الحق إذا شاف اللاعب هذا غير متطابقة مع لا ليسونس يمنعه من المشاركة في المباراة، من حقه. مسيو قندوز، مسيو كداب، مسيو بالخيتر، مسيو ربيعي، مسيو سلمي. Le moment le plus stressant pour moi, par exemple, c'était quand on rentrait sur le terrain, déjà pour l'échauffement. C'est le premier contact avec l'atmosphère du match. Ça, c'était des moments où déjà on a le premier feeling et on se dit « Ah, aujourd'hui, je me sens bien. » Vous voyez, aujourd'hui, je me sens bien. Je me souviens qu'à la Coupe du Monde, j'étais serein jusqu'au moment où je rentre pour mon premier match sur le terrain. Et là, vous avez le battement de cœur qui commence à, parce que c'est avec le monde, avec la pression et tout ça. Et après, quand vous revenez, on donne l'hymne, on rentre sur le terrain, vous comprenez que vous rentrez dans l'arène, quoi. OK? Et à ce moment-là, vous êtes déjà à l'eau. Je
خلاص التحضير البدني ما يبداش من البوره من المباراه هذيك، يبدا من اللي يدخل في التحكيم هو دائما في التدريبات هكذا باش تكون لياقه بدنيه تاعو ممتازه. وانتم الان تعرفوا كره القدم سريعه وسريعه جدا، لو لم تكن سريعه لما استعمل الفار. من سرعه الاخر كره القدم من التكتيكات الجديده للمدربين، من لهذا الحكام لازم يكون تناسق مع اللاعبين داخل ارضيه الميدان. Mental, c'est déjà rejeter le mauvais stress, ok? Concentrer son énergie sur le match, se rappeler souvent des matchs importants qu'on a fait et qu'on a réussi pour se mettre en confiance. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et c'est un élément sur lequel on insiste aussi avec les arbitres, il faut rentrer sur le terrain en étant prêt à chercher à comprendre ce qui se passe sur le terrain et non siffler, siffler et siffler. Par exemple, pourquoi cette équipe fait 5-6 fautes d'affilée en 5 minutes? Pourquoi à chaque fois que je siffle, il y a 4-5 joueurs qui viennent? Pourquoi à chaque fois que je siffle, les coachs? Ok. Donc tout ça, on apprend aux arbitres, on leur explique qu'il faut faire attention à tout ça, comprendre ce qui se passe et adapter sa stratégie pour gérer, pour manager le match, manager les joueurs et comprendre ce que demande le match à un moment précis. Vous voyez? Donc c'est extrêmement important cette préparation avant le match. الرابع مسؤول حتى في بعض الأحيان في بعض الأخطاء داخل أرضية الميدان. الحكم الرابع له الحق أن يتدخل ويساعد الحكم حتى أخطاء داخل أرضية، حتى ولو فيه اعتداء فيه الحكم، له الحكم الرابع له سلطة. ماذا هي سلطته؟ أن ينبه، أن يعلم، أن يخبر الحكم هذا ضرب هذا، ولكن القرار الأخير يرجع للحكم. لياقة بدنية ممتازة، ملم بقوانين اللعبة، وتكون له الشجاعة داخل أرضية الميدان. لما يخرج لاعب يستحق بطاقة حمراء لابد عليه أن يشهر بطاقة حمراء لذلك اللاعب ولو كان أحسنهم وفي ملعبه.
Je sais que tous les arbitres algériens sont forts physiquement. Ils sont très forts. Maintenant, mentalement, quand tu as des joueurs de vedette, quand tu as un joueur qui est des renoms, comment maintenant? Parce que les joueurs, ils sont malins. Les joueurs professionnels, ils sont malins. À chaque fois, il essaye de prendre la température de l'arbitre. Par exemple, il simule des fautes, il va voir, et l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Si l'arbitre vraiment siffle, là, il va tenter le coup dans la surface de réparation. Maintenant, les arbitres, maintenant, ils savent ça, ils savent préparer tout ça psychologiquement et comprendre les différentes mentalités des joueurs et des équipes. شوف اليوم التحكيم هو فريق متكامل، هذا اول شيء، ولكن باش يكون متكامل لازم كذلك هما يبرهنوا فوق ارض الميدان بانه متكامل، اول شيء بمساعده بعضهم بعض، ثاني شيء بمساعدتهم بانهم ياخذوا القرارات الصحيحه واللي ما تاثرش على نتيجه المباراه، ثالث شيء القانون يقول لك بان الحكم هو في الحد ذاته يساعد الحاكم على تطبيق قوانين اللعب، يعني الدور تاعو بانه يساعد وليس ما عندوش الا التسلل ولكن عنده كل الصلاحيات باش يساعد الحكم فيها وهي 17 المد. عندنا كونتستاسيون ديزيزيون 13 مينوت وعندنا اوتيليزاسيون فيميجان 6 مينوت مولوديا 2 مينوت سي ار بي مولوديا اوتيليزاسيون اي جي اصلا اوتيليزاسيون 6 مينوت وال 8 مينوت جي وال 15 مينوت شانون عندنا مثال في الميدان في الميدان الميدان نقسموه على مقسوم على جزئين في 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 حكم مساعد من الجزء الاول في النصف الاول في حكم مساعد من النصف الثاني احنا في اثناء المباراه اثناء المباراه الحكم المساعد اللي يعني اللي راه مجهته للعب هو راه متركز على اللاعب والحالات ولكن الحكم المساعد اللي راه يعني فارغ ما عندوش عمل هو يعطي المعلومات للحكم يوجهه يعطيه معلومات اللي تقدر تعاونه باش ياخذ القرار الصحيح
أول شيء لما تأخذ المباراة تشوف بأن هذا المباراة ديربي، يعني كل احتمالات واردة في المباراة، سواء كان الفيميجان سواء كان أي شيء، الاحتجاجات أو شيء، المهم تأخذ كل الاحتياطات تاعك اللازمة. من بين هذه الاحتياطات اللي يأخذها الحكم وهي هذا الفيميجان، هذا أول شيء. ثاني شيء مباراة نظن ما كانتش مشاكل فوق أرضية الميدان ولكن كانت في المحيط الملعب، لهذا أنا نقول بأن أحسن حكم هو اللي يقدر يسيطر على هذه الأشياء الخارجية. أنا أقول بأن الحكم هنا كان عنده العامل النفسي جيد، علاش؟ لأن من كل مباراة المباراة أدار مباريات جيدة، دار مستوى عالي ومردود جيد، لهذا ساعدوا باش كل مباراة في كل مباراة نشوفوا بأن الحكم راه يتقدم، بأن هذا الحكم راه يأخذ قرارات صحيحة، بأن هذا الحكم راه يخرج المباريات تاعو لبر الأمل بدون تأثير على نتيجة المباراة. سيد جمال زرهوني من مندوب المقابلة كوميسير ماتش ليزاربيت سيد بن يحيى سيد بيوت حميدية وسيد بالكبير حكم الرابع. نهضر لكم على المباراة. الشيء اللي فرحنا به اليوم هو كان فير بلاي توتال، يعني روح رياضية عالية باللاعبين، هذا هو اللي عطى المقابلة، يعني كيفاش نقولوا هنا عطاها صبغة. وكانوا اللاعبين في المستوى، يعني يافي دونغاجمون فيزيك سو التيران، يافي تري بون اربيتراج، لي زاربيتون ايتي تري تري فيجيلون سورتو لاربيت ديريكتور فيما يخص، يعني كان بكل صراحة كحكم سابق je peux vous dire qu'il était très près des actions. Il a su gérer la rencontre, il a été très calme. Ça c'est très important في مقابلة وفي عند حكم. وشفنا لي زاسيستون كذلك. Il n'y a pas eu d'affolement. ما شفناش دي زاربيتي اكسيتي. يعني احنا كنا احنا شوف كان سي بن حمزة وانا ما عندنا في هذا المجال كاين خبره نو سوم دي جيستيونير دو فوتبول، يعني من حنا اون لينا بور كونستاتي بور رابورتي ان كونكور بور فوار، يعني كل كبيره وصغيره في لا مين كورونت. المستطيل سي نو با نوتر افير، كاين لي زاربيت سون سوبرفيزي بار ان سوبرفيزور كي je suis sûr qu'il était au tribune هو اللي يهضر على التحكيم. ثم ثاني نشكركم، كنت نلاحظ في خويا ولاحظ فيكم ثم vous êtes en train de faire un travail laborieux في التحكيم، باسكو لا نوريو الحكام في الملابس غرفه الملابس اون دور
et sur le terrain. Moi, j'ai été formateur, نفهم نتبع كلش. لا جو بو فيليسيت فو اوسي. رحت موضوع مهم ومهم جدا ألا وهي حماية الحكام. من يحكم من الحكم؟ ولماذا نحمي الحكم؟ لماذا لا تكون لدينا ثقافة رياضية، ثقافة كروية نتقبل الانهزام ولو في ملعبي؟ الأخطاء التحكيمية كانت وما زالت وستبقى. لولا لم تكن الأخطاء التحكيمية الذي يرتكبها الحكم لما وضعوا الفار. وضعوا الفار لأجل مساعدة الحكم، من أجل ليس نهاية كل الأخطاء، بل من أجل تقليل كثير من الأخطاء في مباراة كرة القدم. حماية الحكام هي قضية الجميع، لأن شخص واحد يستطيع أن يحمي الحكم، لأن لما المدرب على تماس ينوض يدور للشعب يوصلهم شوفوا انت ما تنشرش يا مدرب، راك هيشت الشعب على جال تماس، هيشت هذاك الشعب على جال تماس، غلط في تماس ولا غلط في ركنيه. وكان المدرب ما يدورش معليش ويقول اللاعب تاعو معليش غلط الشعب ما يدورش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. معكم الحكم الجهوي السابق تما سيف الدين، حكم في الرابطة الجهوية لكرة القدم بولاية باتنا، تابع للرابطة الولائية لكرة القدم باتنا. البداية في التحكيم كانت سنة نهاية 2014 بداية 2015. الدورة كانت في نهاية السنة، خضينا دورة تكوينية في الرابطة الولائية لولاية باتنا من شهر نوفمبر إلى غاية شهر جانفي تحت إشراف إطارات كرة القدم في ولاية باتنا، وكانت بداية المسيرة الكروية. مباراة أمل سكانة ونجم قوس، مباراة يعني كانت مباراة سعودية، كانت من ضمن نجم قوس، كانوا يلعبوا في الملعب بلدي سكانة. مباراة في الأول إحنا رحنا كان عندنا تيست فيزيك قبلها بيومين، دينا تيست فيزيك تاعنا في لا ريجون، رحنا لبسكرا قبلنا تيست فيزيك وروحنا، كانوا داروا لنا ديزيناسيون لبلدية سكانة. خرجنا مباراة عادية كما جميع المباريات، ما كان عندنا حتى يعني التأثير ولا كما نقولوا تخمينات المباراة واش راح يصرا فيها، ولكن الحكم يعني الخبرة تاعنا واجدين المباريات مثل هذه. كنا رحنا المباراة أنا والحكمين، الحكم الرئيسي ناصري والحكم مساعد بالقيدوم مع محافظ اللقاء من بوعزيز كان رئيس لجنة التحكيم ذلك الوقت. المباراة صارت فيها تقدر تقول الغلطة الأولى اللي كنا درناها هي أنه انطلقت المباراة كما نقوله بأقل عدد من رجال الأمن، لأنه ما كناش دايرين في حسابنا باللي راح تنقلب الأمور ولا كانوا راح يصراو مشاكل، ولا دخلنا عادي كأي مباراة. الخطأ الثاني اللي هو بعد نهاية المباراة كانت شحونات بين اللاعبين كما نقولوا، مباراة سخونة يعني تقدر تقولوا هو داربي، مباراة تاع طلعة، نقاوس تحوس تربح وسكانة تحوس تربح في بلادها. كان فريق سكانة هو اللي سجل هدف الأول، وبعده في الشوط الثاني كان فريق نقاوس اللي سجل هدف تعادل. كانت في احتجاجات يعني من طرفين، سواء من فريق نقاوس ولا من فريق سكانة، كان في مشادات يعني مع الحكم الرئيسي مع الحكم المساعد، تعرض فيها اللاعب ما تذكرش رقمه ولكن تحصل على بطاقة حمراء. في البطاقة الحمراء اللاعب المفترض كان يخرج من الملعب نهائيا، وكانت في الدقائق الأخيرة المباراة وما كانش لاعب يعني كان بديل في دكة البدلاء. لما تحصل على البطاقة الحمراء هو ما خرجش من الملعب، يعني كان يتمشى في عقله
والحكم كان صفر لنهاية المباراة. كي صفر نهاية المباراة يعني اللاعب اللي خذا بطاقة حمراء راح ديرك للحكم الرئيسي كما نقوله. وكي رحت نجري أنا لصحابي من ثم تسمى تضربت وقيت راحي في السبيطار. والله مرحلة صعبة جدا وما تتمنى حتى العدو كيما يقول لك. الشيء اللي كتبوا ربي الحمد لله الوعدة وقاش الاخر نهار وصحته مليح الامور بخير، مع انه فقدنا حاسة الشم من المباراة اللي تكسر فيها الانف تاعي كيما نقولوا، ولكن ما تتمناهاش لاي واحد سواء اللاعبين ولا الحكام ولا مسيرين في ليقاع المباريات ولا اي واحد ما تمنالوش الحاجة هذه. حسيتك متأثر الان كنت تلعب؟ لا علاه متأثر؟ يعني نشوف الحكام نشوفوا صراتنا احنا لينا حنايا ما صافي با دير احنا ما ضربوناش ولا ديزاغريسيون. والله 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 نحلف لك والله والمباريات موجوده الحكم ليس له اي دخل في تلك المباريات، ليس له اي دخل، ولكن هو لبوكي مثال. والله بعد الحادثه كان في زعما من ناحيه مع العائله والامارات هذوك كان القرار تاعي الاول كما نقولوا كنت وقفت عند التحكيم ولقيت باللي يعني كاين بزاف نقصات في كرة القدم في الجزائر، وكان من احد الاسباب اللي زادت دفعتني انه نغادر البلاد. والناس اي تدفع ارواحها من اجل هذه العمل النبيل، انا اقول العمل النبيل. الموسم هذا وقعوا لنا 5 حوادث مرور للحكام، آخرهم في الأبيض سيد الشيخ مع حكام ولاية غليزان. يعني بتشوف يعني ناس رواحها قلبت بهم الطنوبيل جايين من أدرار حكموا في أولف وجايين، يعني بتشوف الحكم وش يدير وتجي انت يا على جال ما صفر لكش بيناتي تجي تقريسيه. علاش تقريسيه؟ الحكم هذا عنده أمه، عنده زوجته، عنده أبنائه، عنده أبوه سبلوا يماه، وراه اللي يحب يسبولوا يماه يسبوا له اولاده كبار في التلفزيون يشوف هكذا. شوف يجيب باباه عينه معوره كيفاش يشوف وليده، كيفاش يدخل داره، كيف يجي واحد هكذايا واحد لاعب يخدع لاربيت يعطيه بكف والزوجه تاعو في البيت تشوفه راجلها ضربوه بكف، هذا يعقل هذا؟ والله الهوايه هذه كيما نقولوا راهي محبوبه عند الحكام اللي يفوت يعني يدخل لسلك التحكيم، هذا راهو فيس كيما نقولوا مش سالبه تحبسوا. النصيحه يعني اللي تقدمها للحكام انه ياخذوا الحيطه تاعهم وياخذوا الحذر من جميع النواحي سواء من الزملاء ولا من الفرق ولا من اي مسير، ولا الواحد يكون يمشي ستريكت ويخدم خدمته ستريكت ويوفقوا ربي ان شاء الله. ومن جهه اخرى نشوف حاجه اللي راهي ناقصه في بلادنا انه ما عندناش محكمه رياضيه. المحكمة الرياضية لما تروح مثلا سواء شارع ولا ما على باليش انا لقطة كي تفوت صرالك حادث ولا ما كانش تخصص في المحكمة كي اللي هي محكمة رياضية اذا صرالك مشكل يعني ولا وليلة محمد رسول الله مش راح نقول لك ثاني. النصيحة يعني الواحد ياخذ الحيطة والحذر، واذا كان يعني الملعب مؤمن يعني الحكم راح يكون مؤمن. نسبة تأمين المباراة يعني على الأمن في الملعب، إذا كان الأمن يعني خذا مجرى ونشكر يعني الأمن الوطني اللي كانوا يقدموا في الخدمة تاعهم على أحسن وجه، وبالتوفيق للحكام كلهم إن شاء الله. كأس العالم للأندية في اليابان أحسن حاجة علاش كنت أول حكم جزائري عربي افريقي في العالم كذلك اللي طبقت تقنيه جول اونلاين؟ هذه تجربه يعني كانت تجربه فريده من نوعها، انه انا كنت من بين الطاقم اللي استعمل تجربه الجول لاين تكنولوجي، اول طاقم في المستوى العالم مع اخي جمال حيمودي في اليابان، والحمد لله يعني تجربه كانت رائده. التحكيم الجزائري على المستوى العربي والقاري والعالمي، انا نجيك من الاخر بكري واش كنا نشوفه؟ كنا نشوفه سي بن عيد لاكار في 82 صح ولا لا؟ في 90 شفنا سي محمد حنصل في ايطاليا، في 2002 شفنا ابراهيم جزار في المانيا، واحد كان يروح واحد يا اخي واحد 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 واحد.
ابتداء من 2014 بداو يروحوا زوج، راح حيمودي وراح إتشالي، صح ولا لا؟ في 2018 راح توليتي عبيد شارف إتشالي وقراري، في 2022 راح توليتي، صح ولا لا؟ في كؤوس إفريقيا شحال راح؟ راح غربال وعبيد شارف وقراري وإتشالي وبن براهم، راحوا خمسة بعد ما كان يروح واحد، ما أقصى درجة يروحوا اثنين. في 2013 راحوا اثنين برق، يا أخي هكذا ولا لا؟ بشوية بشوية. الآن كل دورات، في الدورة هذه خمس حكام جزائريين، في الخارج غدوهم رايحين. احنا نعطيك حاجة، البطولات تاع تونس هنا احنا نحكموا فيها، الحكام اللي راهم يديروا البطولة تاع تونس. هل رأيت حكم أجنبي جاء للجزائر ودار البطولة تاعنا؟ احنا حكامنا معروفين على المستوى. مصطفى غربال من بين ثمانية أحسن حكام في العالم، كيفاش أنا تقول لي أنت وين عرفت باللي ثمانية أحسن حكام في العالم؟ أنا نعطيك كيفاه ثمانية. لما غادروا حكام في قطر في الدوحة، كل الحكام غادروا، حكموا إلا ثمان حكام، هو من بين الثمانية، معناه أنه هو من بين أحسن ثمانية حكام. الحمد لله دائما نقول عندي شرف كبير أني أنه كنت أول حكم أول حكم مساعد جزائري مع أخي تانيك، أول حكم جزائري اللي ناخذوا رخصة الفار أنا ومهدي عبيد شرف، يعني أول حكمين جزائريين اللي تحصلوا على رخصة الفار في 2018. على مستوى الإفريقي نظن كنت أحسن حكم ثلاث سنوات متتالية إفريقيا، كذلك سواء الافتتاح أو النهائي في كأس أمم إفريقيا ب 2013. Oui, c'est pas oui. Oui. العمل النفسي يلعب دور. اول شيء من الناحيه النفسيه كنت جيد باسكو كاس العالم، ثاني شيء دخلت في الدوره مباشره في الافتتاح، ثالث شيء الحاجه اللي انا استفدت منها وهي ان كانوا هناك اخطاء تحكيميه في تلك الدوره من بعض الحكام، انا ذاك الشيء استغليته باش ندير مردود جيد وباش كذلك ندي نقاط اضافيه. انا نقول بان كل هذه العوامل ساعدتني باش نكون ديكونتراكتي، باش نكون مهيئ لهدف النهائي، وكذلك باش نبرهن بان المستوى اللي قدمته على مدار كل هذه الدوره يعني ملخص له انه نقود النهائي. لازم الحكم ما يكونش يعني تكون عليه الضغط، اول شيء كاين شيء لازم يكون ديكونتراكتي. علاه يكون ديكونتراكتي؟ باسكو لما الحكم يكون ديكونتراكتي ديجا القرارات تاعو لي زورغان تاعنا ولي ريفلكس تاعنا يكونوا يساعدونا باش ناخذوا القرارات الصحيحه، ويساعدونا كذلك باش نركزوا في 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 اي في اي لقطه او في اي قرار تاخذه. لهذا انا نقول بان الحكم اللي يكون ديكونتراكتي ينجم 50% حتى 70% ينجح في 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 اخراج المباراه لبر الامان. وكذلك الام سيكولوج قبل المباراه باش يتكلم معك وباش يشوف مستوى التحضير تاعك كيفاش راه، خاصه من الجانب البسيكولوجي. علاش نظن اليوم في الفيفا، حتى في الفيفا يقول لك بان لازم يكون الطبيب النفسي يشوفك ويتكلم معك باش يشوف اذا راك حقيقه محضر او لا، لان راك تلعب راك تحكم لاعبين عندهم مستوى، لاعبين محترفين، وهذا لازم تكون عندك الابتسامه، لازم عندك الكومينيكاسيون، لازم تكون عندك عده اشياء توفر فيك باش دير هذا النهائي. تعلن مدرسة داونزا العلمية بولاية غردية عن انطلاق عملية التسجيلات المدرسية للموسم الدراسي المقبل في جميع الأطوار التعليمية. الطور الابتدائي
المتوسط والثانوي تفخر مدرسة دوانزا العلمية بتحصيلها نتائج جد متميزة في شهادات التعليم الابتدائي والمتوسط والبكالوريا منذ تأسيسها. تفخر أيضا بتحصلها على عدة جوائز وألقاب على المستوى المحلي الوطني والدولي. مدرسة دوانزا العلمية، بوابة أمل لتعليم متميز. ننتقل الآن إلى محور جديد ألا وهو تقنية الفار. فريق لاكازا ديال سبورو بالتنسيق مع لجنة التحكيم في الكاف سنكشف لكم عمل غرفة الفار، كيف تتخذ القرارات وما هي أبرز الحالات التي تتدخل فيها تقنية الفار. بي ستارت بول يس ريسيت تروين اول لعب هبطي يدك هبطي يدك هبطي يدك كلها ها تعاود تزيد تفتح شي صفرة بول ان بلاي فان بول بلاي بلايات انا كنشوف ولعب لعب سو هاف ذا بلوك بول ان بلاي بول ان بلاي بي ستارت Goal. On field decision. Goal. Yeah, go. Go. Number 11. So post offside here. Plus. Delay. Go. Okay. Kick point. Go. Okay. No. There's no offside. No offside. Yeah. Goal confirmed. Yes. Bushra. Yes. Goal confirmed. Thank you, Mama Salima. I have block of players. Okay. Ball in play. Yeah. We start. Back to life. Okay. Set. Yes. Ball in play. Yeah, pressing. We start. Clear on side. Back to life. Nothing to check. Au départ, il y a une perception. Et après, si c'est nécessaire, je monte l'image. Il regarde, il analyse et il prend la décision finale. حتى بالفار وفيه أخطاء لأن الفار ليست آلة إلكترونية. الفار هو بشر، هو إنسان يسير الفار. المانيبيلاتور ولا لوبيراتور اللي يدير الفار هو شخص يجي واللي يحضر مع الحاكم هو حاكم كذلك داخل الغرفة أو في الآخر بلاس كيف. الحالات اللي دخل فيها الفار عندنا أربعة، عندنا مراجعة أول، مراجعة كل الأهداف بما فيها تسللات، عندنا البطاقة الحمراء مباشرة سواء كانت يعني البطاقة الحمراء، عندنا كذلك يعني فوس ايدونتيتي الهوية، يعني هوية خاطئة لما الحاكم يمد إندال فاللاعب ويمد ويخطأ في الهوية يمدها للاعب آخر. وعندنا كذلك ضربات الجزاء، كل الحالات في منطقة العمليات يراجعها الفار. vraiment aimé ton explosivité quand le jeu bougeait vers la surface de réparation. Tu as explosé boom pour te rapprocher de la surface de réparation, ce qui est normal. Et à la sixième minute, dans le rond central, il y avait des joueurs là. Le jeu a changé de direction. Et tu as contourné, au lieu d'aller directement, le temps de contourner, le jeu était déjà parti, tu étais en retard. Il faut toujours chercher la voie la plus courte au lieu de contourner derrière les joueurs. Voilà, à la 19e minute, parfois tu fais ça pour éviter le ballon. J'ai constaté que tu fais ça parfois pendant tes matchs. Quand tu te positionnes bien, tu ne vas pas te retrouver sur la trajectoire du ballon. Quand tu fais ça, on comprend que c'est parce que tu interfères avec le jeu. Si tu as décidé de lever ton drapeau pour dire hors-jeu, il faut déjà crier à l'arbitre hors-jeu. Comme ça, au moment où tu lèves, il siffle en même temps. Pendant une semaine avant la compétition, on est des séances de mise à niveau, des séances pour travailler l'uniformité, pour être sûr que pour telle décision, pour telle situation,
C'est cette décision-là. Donc c'est pour travailler l'uniformité. Depuis que nous avons commencé à la direction de l'arbitrage, c'était important. Vous voyez, on arrive, le premier objectif, c'était le rajeunissement. Parce qu'on arrive à la fin d'un cycle. Okay, deux Coupes du Monde, en général, c'est un cycle. Donc nos arbitres d'élite ont atteint l'âge pour aller à la retraite, okay, ou bien ne peuvent plus postuler pour des compétitions majeures. Donc c'était important de rajeunir. Donc très vite, de promouvoir ceux qui étaient en attente, qui étaient plus jeunes. حنا عندنا مشروع دو على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. اليوم على المستوى الدولي نجحنا فيه. علاش؟ لأن أحسن سنة للحكام الدول الجزائريين هي هذه السنة. تقريبا يعني كل الدورات الدولية سواء كانت كأس العالم سواء كانت إفريقيا سواء كانت على مستوى رابطة الأبطال كل الحكام تاعنا شاركوا. تقريبا عندنا سبع حكام ساحة، سبع حكام مساعدين كلهم حكموا هذه السنة على مستوى الاتحاد الإفريقي، وهذا شيء جيد. أول شيء، أما على المستوى الوطني فاحنا اليوم لما جينا للجنة كان هناك معدل العمر تقريبا 41-39 سنة بداية السنة. لحقنا في مرحلة نهاية مرحلة الذهاب معدل العمر 33 سنة، وهذا شيء إيجابي عملنا عليه. كذلك في القائمة الدولية هناك تقريبا معدل العمر 37 سنة، وهذا ما يكفيش، لازم تكون هناك معدل العمر 33 سنة. علاش؟ باش يكون استثمار للتحكيم الجزائري على المستوى الدولي مستقبلا، سواء كنا احنا في اللجنة أو اللي يجوا بعدنا يعرفوا بأن هذا الحكام اليوم راه استثمار للتحكيم الدولي وللجزائر باش يشاركوا في كل الدورات. لازم تكون عندنا شيء مهم، وهو أن التحكيم الجزائري لازم دائما يكون حاضر سواء في كأس العالم أو في كأس أمم إفريقيا. لازم تكون عندنا عادة في رأسنا بأن لازم نعمل هذا الشيء. ما دام يكون عندك حكم، اليوم راه عندنا حكام عندهم 27 سنة حكم دولي، أنا أقول بأن هذا مستقبلا إذا عمل واجتهد راح يكون تقريبا يشارك في ثلاث دورات كأس العالم. Bien sûr, il faut toujours développer. C'est ça le développement. Et on développe par comment? Par des catégories d'âge, bien sûr. Là, depuis l'année dernière, on a commencé par le jeune talent. Le projet jeune talent, ça a bien réussi. On a parcouru toute l'Algérie. On a couvert toutes les régions. Et on a découvert des jeunes. Parce que là, j'étais fourchette de 18 à 22. On a découvert beaucoup de potentiels. Hein. Et c'est toujours, j'ai toujours dit. Les oiseaux rares, c'est-à-dire les bons arbitres, se trouvent toujours dans des régions retirées. Et là, comment dépister c'est ça? Il faut encadrer des formateurs, il faut former des formateurs, avoir des gens potentiellement qui peuvent dire, donnez-nous des noms. Mais écoutez, M. Aïmoudi travaille étroitement avec la CAF sur ses projets. Et nous avons vu qu'il a un grand projet pour l'arbitrage algérien, un grand projet. Je crois que l'arbitrage algérien est un des plus en vue sur le continent. Vous avez Gorbal qui est un de nos meilleurs arbitres aujourd'hui, au niveau de la FIFA. Vous avez Ben Braham qui est aussi très bon. Okay. Vous avez Lutfi, vous avez Youssef. Okay. Et non, je crois que lorsque au niveau des dames, vous avez Asma qui fait partie des meilleurs des arbitres d'élite en Afrique. Non, je pense que l'arbitrage algérien se comporte bien. Et avec M. Aïmoudi, qui nous fait part de son projet. Je crois que les jours à venir seront encore plus florissants parce qu'il a un grand projet à partir des jeunes, à partir pour la formation et pour promouvoir l'arbitrage algérien. تم تعيين مؤخرا على مستوى الاتحاد الافريقي كعضو، وكذلك رئيس لجنه التحكيم على مستوى اتحاد شمال افريقيا، رغم انه جاء متاخر، ولكن هذا شيء اول شيء يشرفني، يشرف الجزائر، كذلك يشرف التحكيم على مستوى شمال افريقيا. نظن راح نعمل وراح نبرهن باننا هذا المهمه هذه ما راحش تكون سهله، ولكن راح نبرهن باننا قد المسؤوليه. نظن مع الزميل راح يكون معايا انا نديروا مشروع ان شاء الله، وراح قريبا ان شاء الله راح يكون عندنا اجتماع مع رئيس الاتحاد الافريقي وكذلك الكاتب العام باش نتكلموا على كل نقاط المشروع اللي راح نبداو فيها ان شاء الله على مدار شهر ان شاء الله نبداو فيها ان شاء الله باش ننطلقوا في المشروع الجديد للاتحاد الافريقي وشمال افريقيا. لابد علينا ان نساعد هؤلاء الشبان، ان نحمي هؤلاء الشبان، ان نكون دائما وراء هؤلاء الشبان مستقبلا ان شاء الله. Thank you.
ولكن ماشي سهل. صح الحمد لله ربي بالتوفيق من الله، بالتوفيق من الله، يعني وفقت بين العائلة تاعي ومهنتي كأستاذ بجامعة أبي بكر بالقايد، اللي صراحة نحيي كل الطاقم الجامعي من مدير الجامعة إلى عميد الكلية إلى رئيس القسم إلى الزملاء الأساتذة في القسم الإعلام الآلي إلى كذلك الطلبة تاعي، حتى الطلبة يساعدوني، حتى الطلبة تاعي يعني بكل صراحة يشجعوني لما يشوفوني في مباراة في كأس العالم كانوا يشجعوني ويبعثوا لي على الخاص صراحة يشجعوني وهذا يحفزني بكل صراحة. والتضحيات لابد منها، الإنسان شوف لما تكون حكم لازم تكون تضحيات، ولكن لما تشوف النتيجة تقول الحمد لله أني الوقت اللي سخرته للتحكيم والوقت اللي يعني استثمرته في التحكيم لم يذهب سودا والحمد لله. تفكر يعني 27 سنة تضحي تضحي وانت تضحي فيها باش توصل لمستوى هكذا يعني مش سهل. Ouais, il faut donner à fond, il faut aimer le football. Tous les jours, je pense. C'est pas seulement de penser aux lois de jeu. Ok, le loi de jeu, c'est basique. Mais quand un arbitre est sur le terrain, bien sûr, comment il prend la décision dans des moments difficiles. C'est ça qu'on reconnaît un bon arbitre. أول شيء تحية كبيرة للأخوين عمر وزهير بودي على الاستضافة في الحصة والمقابلة هذه الشيقة. نشكرهم كثير ونتمنى لهم التوفيق في الحصة تاعهم لاكازا ديال سبور اللي هي من أحسن الحصص الرياضية في الوطن العربي. وثاني شيء نتمنى التوفيق لكل الزملاء الحكام اللي كانوا وقفوا معايا في الضربة اللي صارت لي. نشكرهم كثير أخويا، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. ونتمنى تطور كرة القدم في البلاد سواء بالتحكيم سواء بالرياضة يعني على أكمل وجه، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. أنا أقول بأن الحكم اللي يحب ينجح أول شيء لازم يعمل، لازم يتابع، لازم يركز، وكذلك لازم يكون عنده هدف وهو أنك تعمل في التحكيم للتحكيم وفي التحكيم وما تشوف إلا لا وراء ولا للخلف، عندك المسيرة للأمام وراح تنجح يعني 100%. هذا أول شيء. ثاني شيء الجمهور الجزائري، أنا أقول بأن رغم أن هناك بعض الأخطاء التحكيمية ولكن التحكيم الجزائري دائما حاضر على مستوى المحافل الدولية، هذا أول شيء. ثاني شيء أنه المشاهد الكريم في بعض الأحيان يقول لك الحكام يعني لم يخطئ ولا يأثروا على نتيجة المباراة، ولكن إذا أخطأ حكم أو حكمين أو ثلاثة ماهوش، لأن الجزائر عندها على مستوى الاتحاد الجزائري عندها تقريبا 920 حكم، يعني ما نقدروش بحكم أو اثنين نحكموا على 920 حكم. هذا اللي نحب نوصله إن شاء الله في المستقبل. التحكيم إذا غادي يكون عنده مردود جديد مردود جيد، وراح كذلك يشوفوا بأن التحكيم الجزائري راح يكون من أحسن الحكام ورواد على مستوى الاتحاد الإفريقي والعالم. Écoutez, c'est leur dire de regarder l'arbitre comme un athlète de haut niveau et de comprendre, d'essayer de comprendre. L'arbitrage c'est très passionnant, c'est le, comme on dit, le métier le plus ingrat parce que tout le monde est arbitre en même temps, mais c'est extrêmement important et je les invite à venir, à chercher à comprendre, à chercher à voir comment les arbitres travaillent, à chercher à comprendre comment ils décident, pourquoi ils décident, ok? Et ils vont voir que, ils vont trouver ça passionnant et je suis sûr que ça va créer des vocations. Il y a beaucoup qui vont soit y aller eux-mêmes, soit orienter leurs enfants sur l'arbitrage. Et on attend, on est vraiment très ouvert et on espère vraiment que on aura après ce documentaire beaucoup de gens qui vont s'y intéresser, qui vont trouver cela intéressant et qui vont même embrasser la carrière d'arbitre. Et merci à vous qui nous permettez à chaque fois que c'est possible d'expliquer pour que les gens sachent ce qu'on fait, pour que les gens sachent pourquoi on le fait et comment on le fait. C'est important de comprendre. Merci beaucoup. نعم هي مهنة صعبة ومسؤولية في نفس الوقت. أردنا من خلال هذا الوثائقي أن نكتشف خبايا هذا العالم، أين عشنا مع حكام كواليس قبل، أثناء وبعد المباراة. التحكيم الجزائري لطالما أبهر ورفع الراية عاليا في المحافل الدولية، أملا أن يستمر هذا الجيل الجديد من الحكام على نفس المنوال. ولمشاهدة الأعداد السابقة يمكنكم تصفح مواقع البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة. كان معكم فريق لاكازا ديال سبور، دمتم في رعاية الله تعالى وحفظه، وإلى العدد القادم.
نقدم لكم هذا العدد برعاية مدرسة توينز العلمية، بوابة أمل لتعليم متميز. تعلن مدرسة توينز العلمية بولاية غردقة عن انطلاق عملية التسجيلات المدرسية للموسم الدراسي المقبل في جميع الأطوار التعليمية، الطور الابتدائي، المتوسط والثانوي. تفخر مدرسة توينز العلمية بتحصيلها نتائج جد متميزة في شهادات التعليم الابتدائي والمتوسط والبكالوريا منذ تأسيسها. تفخر أيضا بتحصلها على عدة جوائز وألقاب على المستوى المحلي، الوطني والدولي. مدرسة توينز العلمية، بوابة أمل لتعليم متميز.